بسم الله الحمد لله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة وأصيلا. ويقول ربي وإن يتفرقا يعني الديفورس إطلاق تم وإن يتفرقا وما حتى إطلاق فما النظام كيفاش يتم شنيا الإشكال وشنيا المراحل اللي يمر بها الطلاق مش طلاق كانوا لم يكن فما فرض ربي يقول أنا ثلاث قروء يعني المرأة هذيك ما انطلقة ما تجب الزوج إلا بعد كذا مونستولياسيون يعني حيض ولا كذا فان دو مونستولياسيون علاش هي ان بروبليم دو فيديويتي اوترين باش منا بعد ثلاثة دوكم عموما ثلاثة في 28 29 يوم باش يتبان اللي وقت الزوج الثاني الذنب مش يكون منه ومش مش يكون من طلقة ويا حمل ولا تعلم لأنه ما زال الحمل خبي هذا مش في صالح كنا يا نساء والسلام على رب الذكور والنساء.